زين بالفستق الحلبي. بسم الله. وعندنا هون القطر. أنا دايما القطر بحضر كمية حتى ما كل مرة يعني سوي قطر. السلام عليكم أحبائي المتابعين، كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا رب. اليوم بدنا نعمل حلوى كتير لذيذة بعجينة البقلاوة. أنا عندي هون باكيت عجينة البقلاوة، رح استخدم قسم وخلي القسم التاني اعملهم بالفريزر كالعادة. اول شي رح شيلها، رح اقسمها لقسمتين. بسم الله. نشتغل بقسم ونخلي قسم. هلا بدي اشتغل بكل قطعة بثلاث ورقات. بسم الله. والباقي هغطيه بفوطة حتى ما تجف تنشف الورقة. هلا انا عندي هون سمن بقري سيحته، رح ادهن كل ورقة بهيدا الشكل. نرجع نعملها من تاني نفس الشكل. هيدي الطريقة بتسهل علينا حتى ما الأوراق، يعني فيي أنا شيلها كلها وادهنها، بس بتصير بتجعلك الأوراق و ما بيعود بيزبط معنا. هلأ بدي نزل القشطة. بدي رش علي شوية فستق حلبي مطحون. بدي اطويها بهيدا الشكل. نرجع هيك بهيدا الشكل. هيك بتصير. رح كمل بقية القطع نفس الطريقة. هلا رح نعمل التاني بنفس الطريقة. هون اضفت سمنة، نعملها بهيدا الشكل.
هلا بدي حط القشطة، بنحطهم بالنص. إذا حدا ما بيفضل الفستق حلبي ما في داعي. أنا بالنسبة للبقلاوة طريقة شويها، أنا حطيتهم بصينية البيتزا، ما بيأثر أي صينية متوفرة عندكم. بالنسبة لشوي البقلاوة، أنا ما بحب قوي النار بقلب الفرن كتير، حتى ما يحترق يحمر بالداخل ويحمر اللي برا ومن جوا بيضل البني. انا راح اعمل هيدول 3 قطع ودخلهم الفرن على حرارة 150 مع المراقبة، ما بدي قوية كتير، ممكن 140. وبحميه مسبقا للفرن. هلا عملت 5 قطع، حطيتهم بكياس للفريزر وبحطهم لمرة تانية. وعندي هون هدول رح اشويهم، وباقي من العجينة غلفتهم كتير منيح، حطيتهم ببلاستيك غذائي ورجعت بخليهم لمرة تانية اذا بدي اعمل زنود الست او اي نوع حلو بفضله. وبالنسبة لهدول اللي بالفريزر بضاينوا ما بيأثر شهرين، شهر شهرين ما بيأثر. هلا بدي فرجيكم اياهم بعد ما طلعوا من الفرن. هلا بدي صفي السمنة اللي طلعت هون، انا قلبتهم على الجهتين، هلا رح صفي السمنة وبرجع لكم. هلا رح نزلهم بصحن التقديم. بسم الله ما شاء الله الريحة بتشهي، ما شاء الله ريحتهم بتشهي. رح زين بالفستق الحلبي. بسم الله. وعندنا هون القطر. أنا دايما القطر بحضر كمية حتى ما كل مرة يعني سوي قطر. ولهون بتكون وصفتنا خلصت، وإن شاء الله ألف صحة وهنا على قلوبكم يا رب. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا، وتعملوا لي لايك وشكرا كتير لحسن المشاهدة. وإن شاء الله منشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع ألف سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.